نروح بقى للسوشيال ميديا وراء حضراتكم مين الثلاث لاعبين اللي شايفهم ينضموا إلى المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو في الصيف القادم بمشيئة الرحمن. أحمد رضا، مساء الفل يا كابتن مدحت، أعتقد حجازي وطارق حامد ومحمد صلاح، هلا 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 عليهم. محمد أسامة، محمد صلاح والشناوي وأحمد حجازي الأبرز، ولكن حسب الاحتياجات الخاصة بالكابتن شوقي والمنتخب في المجموعة النارية دي. عمرو الفنان، مساء الخير عليك يا كابتن مدحت شلبي، من وجهة نظري محمد صلاح، محمد الشناوي، طارق حامد. سيف العنزي، الشناوي وصلاح وأفشة. كامل زاهر، مساء الخير يا كابتن مدحت، اعتقد اللي لازم ينضم المنتخب الاولمبي في الفتره الجايه لازم محمد صلاح، رمضان صبحي، وعمرو السولي. عمرو الفنان ده اخدناه يا جماعه قبل كده. اللي بعده محمود الرملي، مساء الانوار عليك يا جنرال الاعلام العربي، معاك محمود عدل الرميلي من سوهاج، مركز العصيرات نجع العجوبيه. محمد صلاح وطارق حامد واحمد حجازي واحده، هلا 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 زملكاوي. اخر تويته ابو اسر، محمد صلاح، محمود الونش او حجازي وطارق حامد.